إذا خفت من إنسان أن يضرك فما عليك إلا أن تقولها وسيحميك الله تبارك وتعالى منه ومن كيده. الدعاء الأول عبارة عن كلمة قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقوه في النار، وكانت آخر كلمة له قبل أن يلقى في النار، آخر كلمة، وهي حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة طلب من الله أن يكفيك، فإذا قلتها حماك الله الذي حمى عباده الذين قالوا هذه الكلمة على مر العصور، لا تستهن بها، فهي كلمة والله عظيمة. الدعاء الثاني اللهم اكفنيهم بما شئت، يعني اللهم اكفني هؤلاء بما تشاء. الدعاء الثالث اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، مهما كادوا لك ومكروا عليك فلن يضرك شرهم شيئا. لماذا؟ لأنك وكلت أمرك إلى من يعلم كل خططهم بك، وهو الوحيد القادر على أن يرد كيدهم في نحره. قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين.